صفر سبعة اثنين اثنين صفر ثلاثة اثنين اثنين خمسة أو من خارج المملكة صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر اثنين أربعة صفر سبعة صفر صفر ثمانية. حصرياً صلاة الله على سيد البشر منبع وساس النور على زفات العرس كثر من جال حفلتنا ونورها بهالجية هلا بك يا قمر هالكون يا أحلى من بنات الحور هلا بك يا جمال الورد وابعاد الرومانسية أماني الشعر لازم ولو حاول يجيه قصور وندري ما وفيتك وصف يا أغلى معانية قولوا ما شاء الله الخالق كثر ما طار سرب طيور خلق فيها جمال وحسن ووصاف خيالية جمال ودين وأخلاق وحباها الله جمال ظهور وعيشتها دلال وحب وأحلام ورفاهية سوالفها عسل صافي أماني بحلاها نور وضحكتها قصايد شعر وبسمتها شفافية أبوها بالكرم والجود والنخوة بعد مشهور وذكرى طيبته باقي على مر الزمن حية وأم كلها طيبة حنان وحبها موفور قصايد مدحنا فيها لطيبتها حقيقية وإخوان العروسة عزوة المحتاج والمكسور جمايلهم على مر الزمن للناس محكية أحمد طال حورية حلاها وحسنها مشهور قدر يملك جمال كل أوصافه طبيعية تميزتي على الباقين صوت وسالفة وحضور وصرتي في قلوب الناس محبوبة ومغلية عسى الله يحرس أيامك من العين وأذى المقهور قولوا آمين يوم الله خلق هالبنت حورية حصرياً 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 على زفات العروس بالطلب الزفة كاملة وبدون حقوق يرجى اتصال على الجوال 050-240-7008 أو عبر التليفون 072-22